تحية لأحلى شروق أخونا حبيبنا، تحية خاصة لكل أهل إسماعيلية، إسماعيلية كلها راجل واحد يا عم أشرف والله العظيم، كلها راجل واحد، ضواحيها بغربها راجل واحد. زكريا بيع عبد الوهاب واحد هناك اهو بدل ما قاوم تحلقها كده في شارع ال 30 يزيكو المزار. زكريا بيع عبد الوهاب منور الدنيا كلها زيكو. اخونا الكابتن عادل شكوكو كبير مشجع الاسماعيليه، كابتن عادل شكوكو كبير مشجع الاسماعيليه والدراويش، تحييك يا ابني. حتى الجراح ما بقاش نسيم، والمزاوي اللي اتحكى صافي يوم بعد يوم، مثل اللي كان واسمع كتير مني حكايات، حكاية في الزمن الماضي أنا متغم وأبويا قاضي، قلت هدافع عن نفسي واللي تحكم بيه أنا ربي. أنا اتولدت يا بلد وحيد عيني يا عم أشرف الملمع عند الكيلة، لو قلت يسمع لي اقف ليله عشر اطباء يعالجوني، وفي ليله في ليله سودة والساعه حمرا الشله والكاس والخمره، دخل الشيطان كنا ابويا عالخطف يا دبرونا، اللي الشيطان قال لي اتطفوا حكايتنا طولا سقف مع بعضنا، حكاية في الزمن الماضي أنا متهم ابن القاضي، قلت له يا ماما دافع عنك واللي تحكم بغير غيابي، أنا اتولدت واحد عيلة إن المعارف بالكلى، إن قلت أبص ارفع إيدك لفوق ليلة سودا وساعة حمرا الشلة والكاس والخمرة، ليلة سودا وساعة حمرا الشلة والكاس والخمرة، دخلتش تبكي يا ابويا، ليلة سودا وساعة حمرا
السنه والساس والفجره يا خليج الدار يا ابويا عالخط جبرنا مؤامره اللي الشيطان قال له افتكره صبيه بنسجه وصبيه اللي الشيطان يا غوا صبيه بنسجه وصبيه كنت لعبت حبسه انا في جامعه ارفع عم صافي وحياة القلب اللي سافلك يا عبد سلام وحياة القلب اللي سافلك يا عبد سلام وتحية خاصة عم ساد الصافي يا شكوارك تحية لحظة عبد سلام في انت ثانية كده عم تستنشقوا شوية اكسجين نضيف او شوية يود يعني من على البلاج والبحر وكده ناخد فاصل انضاوي ونرجع نتواصل تاني عم ساد الصافي العريس طلبك بالاسم عم السيد ثواني جناب السنيور محمود بقى بعد لي عم السيد طلبك اهو هو اللي جنبك والله مش من عندي هو اللي قال وطبعا ليه رغبه بناء على اسمعني بتحبك يا عم السيد وانت طريق اوفرتوره والنبي عم السيد الصافي من عندك يا محمد عبد السلام يلا بقى اهو يلا بقى شايف العرب عمال اخويا الحق الصافي عم طارق يا عبد سلام وحياك القلب اللي سفاه نجم حماده الاسمر القنبله اللي جايه هنخلي القنبله نظرا لشعائر صلاه الفجر وكلام ربنا احسن من اي كلام في الدنيا هستاذن حضراتكم 14 دقيقه تماما نصلي الفجر ونرجع نتواصل التاني في الفصل التاني